عشان نقول لك وليدي حتى كتشوف في حالتي بعينك ما غاديش نعاود لك. ليش كتبكي المهم حسيت بالحقرة؟ على الحقرة وعلى قلة كتابي. ولكم متابعينا الكرام، عدنا بعد 4 أشهر تقريبا بعد يعني ما كنا درنا اول لايف واول بث مباشر للسيده مي بحريه، اللي ربما اغلبيه المتابعين كانوا تفاعلوا مع الفيديو ديالها وكانوا وصل المشاهدات كثيره. بعد ما كان نعود القصه باختصار، بعد ما كانوا تم الافراغ عليها وخرجوا لها الحويجات ديالها منذ ذاك الحين، كيف ما كتشوفوا متابعينا الكرام هذو هما الحويجات ديال السيده مي بحريه، اللي كما سبق ودرنا فيديو ودرنا بث مباشر وكنا كانوا معها مجموعه من الساكنه كانوا كيأزروا. رجعنا بعد هذه المده كامله كما سبق وذكرنا ان هذه المده مرت عليها منذ العيد، يعني من العيد الكبير، يعني من العيد الكبير عيداتو برا السيده، العيد الكبير عيداتو برا. كيف ما كتشوفوا الحويجات من نهار يعني تقريبا او من قبل العيد يعني ب 15 يوم بالضبط، والحويجات هما في هذا المكان هذي كيف ما تتشوفوا السوينيات ديولها والطويبلات وكاع الحويجات ديالها كلهم رشاو، كتصب عليهم الشتا وتسطي عليهم الطل، وكيف ما كتشوف المعيشه ديالها لا اله الا الله محمد رسول الله. الان مي بحريه رجعنا عندها ما داروا معها والو، ما جا عندها حتى شي مسؤول، ما جات تفقد حتى شي واحد معروف، اللهم الا بعد الساكنه اللي كيجيبوا ليها ما تاكل. كيف ما تتشوفوا بعد ما كانت كتوفر على هذه المنازل او هذا المنزل هذا بعد الوفاه ديال الزوج ديالها، بقى عند هذا المنزل هي اللي بقات ساكنه فيه، وكيف ما كتشوفوا من تم الافراغ ديالها الان ها هي السيده باقا كتعيش برا بالحويجات ديالها، المينطات الحصيرات كل شيء باقي كما شفناه نهار الاول باقي في المكان ديالو، اللي تغير فقط هي هاد العشه داروها ليها الناس لانها مراه كبيره. هنا غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش الحاله ديالها ولات، لانها مرضات وتزاد عليها الحال بزاف مع حكم المشاكل اللي عانت منها ومع حكم الضغوطات والنفس ايضا اللي حقيقه تاثرات. كتقول انا ودي كنت بالدويره ديالي كنت بكل شيء ليا، فاذا بي كنصبح بالليل وضحاها انني ليس لدي شيء بهذا المفهوم هذا. عموما هذا منزل ديالها ايضا كيف ما تشوفوا هو مازال مطرق، المنزل الاخر ايضا مازال مطرق، الدار كما كتسمعوا كما قالوا لنا منذ مده شهود كيقولوا ودي ان هذا المنزل راه عنده فوق 75 عام 80 عام. بعد ما ترنا القضيه في اللايف الاول والثاني، بعد ما جينا وشفنا الوقائع وشفنا الوثائق، تثبت لنا ان السيده فعلا عند الارض ديالها، ولكن كيقولوا لها هذه مين اللي باني فيها انت، ماشي ارضك، ارضك هي هذيك المكان اللي كاين لهيه لهيه لتحت. اذا هنا مازال لحد الساعه العداله على ما حساب ما قالوا لنا بعض الاخوان مقربين منها، او قالوا لنا ودي على ان السيده راه مازال القضيه غادي نجبدوها من الارشيف لان حتى عندها الحق باش تنفذ على الناس الاولين اللي كان سبق ونفذوا عليها. حنا الان غادي نشوفوا مي بحريه كيفاش كتعيش. متابعينا الكرام كيف ما تشوفوا، شوف دابا الصهد الشمس دابا الحراره، كما قلنا حنا راه تنتواجدوا في دوار الشروقه جامعه ولاد عيسى. متابعينا الكرام يعني اللي ما عرفش جامعه ولاد عيسى فين كتواجد، كتواجد ما بين يعني الجديده والوالديه. كما شفتوا هذه هي البلايصه اللي كتنعس فيها الميمه، هذا هو المكان اللي كتريح فيه، هذه هي مي بحريه اللي كنا سبق ودرنا ما تغير فيها والو، نفس اللبسه ونفس كل شيء، وانما اللي تغير هو المرض والحاله ديالها اللي تزادت يعني تزادت اكثر من القياس. غادي نخليكم مع مي بحريه اللي قدت تهضر. ما كتشوفوا متابعينا الكرام هادو الرجيلات ديال المبحريه اللي ما كنشوفوا، اللي باش نقولوش راه حنا تنكذبوا عليكم ولا تنزيدوا، لان السيده فعلا انهكها المرض، انهك المرض لدرجه رجعنا عندها هي كتقول يعني ما عرفتناش وما عقلتش علينا. طبيعي لان الانسان يعني لا حول ولا قوه الا بها، لا حول ولا قوه الا بالله. عموما نخليكم مبحريه. مبحريه السلام عليكم، واش تقدر تهضر معنا شويه؟ ها تهضر اخويا. السلام عليكم مبحريه. دابا مهمتي من نهار اللي جينا عندك اول مره من قبل العيد الكبير ب 15 يوم ربما سي من داك المده ما جا عندك حتى شي واحد ما سولفك حتى شي واحد من شهر 6 شي واحد ما سولفك من داك النهار ما جاتش حتى واحد ما سول فيا حتى واحد. وبالنسبه للقضيه سمعنا ان ربما عندك يعني القضيه ديالها كانت تارت، يعني شنو الرساله ديالك للمسؤولين باش يحنوا فيك على علا وعسى يجي شي واحد يقلب عليك يشوفك واش حيه ولا ميته؟ واش غنقول لك وليدي حتى كتشوف في حالتي بعينك ما غاديش نعاود لك. ليش كتبكي المهم حسيت بالحقرة؟ على الحقرة وعلى قلة كتافي. سمعت عندك وليدات كنتي مربيه ما جاوش كيجيوش يطلعوا عليك؟ مشاو عايشين تما مع وليداتهم وعايش والله العالم بهم لا حول ولا قوة.
اطلب الله تحنوا لي، اطلب الله تحنوا لي، وجلالة الملك حنوا لي، والشرطة تحنوا لي. تظلمت بلا أكواك، هتقدمت عندي لا راجل لا والو، راسي وحدي. دابا امي مشيتي النهار كله تكدوزي هنا، ما تخرجيش تضرب فوق البرد شويه على والو، ما كتخرجش، ما تخفيش من الشمس. انا بركت عندك، انا قسمين دابا درني راسي. دابا كيفاش كديري مع الشمس ومع الصاد وفي الليل؟ كيفاش واش غندير؟ فين غنمشي؟ ما جا عندك حتى شي واحد مع كيمثل الجماعه والسلطه ولا شي واحد اللي هو ربما جاب لك شي حاجه على الاقل عيش وفك بعدا؟ عارفينك دابا، راه كلشي عارفك. حنا بعد ما درنا البت الاول حنا اصلا عارفين السلطه، كنا هنا شافونا، كنا هنا. حنا باش نكونوا صريحين، حنا ماشي حنا مستقلين، حنا كنوصل الخبر كما هو، حنا كنوصل الرساله كما هو. حنا حتى شي واحد ما تيعطيناش شي حاجه، ولكن هادشي اللي تنشوفو على الاقل خاص السلطات تحرك باش تجي تعالج بحال هاد الامور هادي على الاقل يعرفوا. دابا كون كان شي بني غيجيو يقلبوا، حنا كنتسناو. وكان شي بني ولا شي حاجه غيجيو يقلبوا. ما جا عندك حتى واحد اخويا، ما جا عنده والو. الرساله ديالك مهمه، الرساله ديالك مهمه. انا كنمشي عند وليداتي وكنجي عنده وما عمري جا عندها. الرساله ديالك مهمه، شي رساله لهداهم الله يجي يحنفك شي واحد. حنا المهم غنبقاو معاك ان شاء الله تتوصل رسالتك. واش غنقول لك وليدي؟ اللي كاين تشتيه وعرفتيه، ما جا عندي حد، ما سول فيا حد، ما فتش فيا حد، حيت انا ما راهش جهلة، ما عندي ولاد، ما عندي حباب. انت كتشوف فيا، انا نطمن الله والتوما وجلالة الملك حد فيا. انت خويا راه درنا لها المحامي ديالها، عيناه لها، كانت تعكس لها الامور ديالها باش تعطلت لها هذه من شهر 6 حتى لهاد 25 في الشهر ديال الشهر هذا الوقت اللي حنا فيه دابا، شهر 9. كان واحد التنفيه ديال المحامي، كان عدوا حكم في 2011 وحكم في 2013 وحكم في 2014، كان شد هو حكم نهائي باش ينفذ للراجل هق ويدخلها للتيتر، يدخلها راجل هق. وفاك الوقت ما نفذش باش يدخل التيتر، عندهم الرقم ديال التيتر ديال الكونترادا ديال بين من المشرف في هذا في التيتر ديال القاوري، وهو نفس التيتر راه فيه غير رقم واحد رقم جوج. هي حطت في الرقم راجلها، حط في رقم جوج، والشهود ديال الجيران هما هذوك اللي في الكونترادا، هما هذو في عدد السكن مده 70 عام، حاطين داك الشيء صحيح عندهم هما بالوثائق ديالهم صحيح. غير راجلها من باش شي يخلص هذيك المصاريف ديال في المحافظه باش غير يسجل ويحفظ. جا هذاك اللي باع لي جا نصب عليه ولده، ولد هذاك السيد اللي كان بيع لي، قال لي انا غادي بابا عليك غير بيع الباع واحد العجل ديالو، وقال لي ها راه لي انا غنمشي ندخلك معنا في المحافظه. راه الملك اللي باع لك با راه صحيح، راه هو هذاك مش راه صحيح عندهم في الرقم ديال الكونترا هذاك ديال التيتر. كما كيتسالوا المشاهدين هي متعرفتوا هذا الشيء تقريبا من بعد ما تم الافراغ ديال السيد. دابا فاش تبقى عندهم التماطول ما دخلوش التيتر، بحال تعرضوا للنصب بالعربيه. دابا هو مسكين الراجل لا كان نيه، من يشرى من عند السيد شرى من عنده، من يبغى يسجل يحفظ. جا ولده قال لي انت ارى لي الفلوس، انا اللي غادي نمشي نسجل ونحفظ ليك، غير انت ريح. هو راجل بقى داير ديك النيه، داير ديك النيه، كيكمل الاخر الفليسات كيرجع يقول لي راه خاصني تالي فلوس باش نسجل ونحفظ ليك. ما غيعيقو حتى داس واحد المده شي 20 عام هذا عاقو بيه، راه ما غيسجل ما غيحفظ ليهم، دوز ليهم الوقت. راه هو مسكين عاد ولادو من كبروا اللي كان مربي، بداو كيقول لي با شت شي درتي راه ما دخلتيش لينا هادشي في التيتر، هذا راه كيضحك عليك. كل خطره يجي تبيع العجل وتعطيه، كتبيع العجل وتعطيه، راه ما دخلكش للتيتر، راه ما دخلك ما والو. هما من يعينوا المحامي، المحامي في 2011 بدا في 2011 نفذ الدعوه الاولى، في 2013 2014 حكم نهائي باش يدخلوا للتيتر. من يبغى يدخلوا للتيتر هذاك المحامي ما عليه والو، مسكين ما خدم خدمه ديال المعقول. من يبغى ينفذ قال لي هو ودي هذا رقم جوج اللي حاطين فيه هذا باش عيب القرعي وحاطه فيه موي بحريه، راه التيتر راه مشقلب، ماشي هو هذا اللي خاص تنفذ عليه، خاصك تنفذ على الرقم واحد، هو نفس التيتر. هو فيه واحد وجوج، في واحد وجوج، هو نفس التيتر، نفس اللي بيع عليهم القاوري، بيع لهذاك السيد العبقادر الركراك، وبقى ولده ابراهيم الركراك هو اللي شاري من عنده باش عيب القرعي. هذاك ابراهيم الركراك دعا هذوك الناس، مني دعاهم دعا ولاد بالفاضله، دعاهم دار لهم افراغ
ملي دار لهم الافراغ خول لهم الارض ديالهم، قال لي ما دار التيتر ديالنا انتم باركين جالسين في التيتر ديالنا، ها التيتر ديالكم هو اللي كتشاد انا وامي بحريه اللي خلى بوه. مني دعاهم تما جاو دعاو داروا لي الافراغ في سميت ابراهيم ركراك، مني غيديروا الافراغ داروا الافراغ حتى المي بحريه خوها صابت المي بحريه ضحيه حتى هي ضحيه تما طولوا داك النص الاول اللي باختصار خويا فين وصلت الامور، فين وصلت الامور اخويا. دابا راه عينه المحامي عاد داير لها التنازل ديال 2014 تنازل على الدعوه مابقاش تابع لها اللي كان عاد اللي عاد راجلها صافي، هذاك قدم استقاله من الدعوه ديالو قال انا ما بقيتش محامي ديالك دبري على راسك، دارت محامي جديد خاصو ينفذ على تيتر رقم واحد يعني هو اللي خاصو ينفذ عليه باش مي بحريه تاخذ النصيب ديال راجلها ولادها، راه انت ما عندهم النصيب فيه اللي ولادها اللي مربياهم، واحد راه ولد راه عنده الحاله المدنيه في سميتها وسميت بوه يعني عاطيني وسميتها الكنيه والسميه والكنيه هما جوج وليدات هو ولد الولاد. المحامي باش يعرف المشاهد الكريم المحامي الجديد اللي درتو دابا تبع القضيه باش ينفذ على الاول اي ينفذ غيتفق ينفذ على تيتر واحد ما ينفذش على جوج، جوج ديال مالي هو ذا اللي فيه البني صافي مزيان هو هذا اللي ساكنه في مو بحريه راه ديال مالي هاد التيتر. اذا الحمد لله انا نكونوا واضحين ما عجيش عليا انا الكذوب، انا الحق كنقولوا في با وهذا الشيء فعلا اللي جينا باش نعرفوا احنا باش نوصلوا للناس الحقيقه، احنا بحقيقه جينا نقلبوا على الحقيقه، احنا ما عندناش عموما دابا كيف ما كنشوف انا الحاله شويه ديال مو بحريه كيدير حاجه ولا تاكل من ليله هاي الله خويا لا اله الا الله باش عايشه راه بالقدره الالهيه. ما كلاش كتبان لي مسكينه انا الحويجه وكتعاني مسكينه ما كتعاني ما عندهاش حتى مصروف ليله ما عندهاش. انا جيت عندها انا راه مريض انا مريض مصاب بالمرض الهيموفيليا وراه جيت عندها راه مرضت عندها هنا دابا راني سيمانه وعندها دار صبح الدار راني رجيلك تبان تنقلها جديده ورجع عاد نجيب لها شي حاجه ونتسخر لها. دابا هي مسكينه ما عندهاش حتى باش تعطيني باش تركب ما عندهاش مسكينه لا اله الا الله خويا. انا بقات فيا مو بحريه راه بكيت عليها نهار الاول دابا باقي كنبكي عليها راه مسكينه. ان شاء الله حنايا دابا هاد الشرقي اللي داز راه اثر عليها راه دازت عندها حراره بزاف في هاد العشاء اللي بارك فيها ما تقيش تبرك فيها خويا ما تقيش. وراه صبت عليها الشتا مؤخرا في هاد شهر 9 الشتا اللي داز الاخر ملي ضرب الزنزان راه تصابت ثاني هنا في العشاء راه قتلتها الخلعه راه بحالي تصدمت هي راه بحالي مصدومه دابا باقيين كيجيبوا لها ما تاكل هنا الجيران باقيين شي واحد لا شويه ما بقاوش ما عندها حتى شي واحد لا ما بقاوش كيجيو عندها خويا قليل الله يكون في العون قليل لا صافي دازوا نهار الاول نهار الثاني شهر صافي سالات داكشي ما بقاش. البلاد اللي فلح اللي تسوال عليها داك السيد اللي ما طلع على البلاد ديال قطار وربع راه دايرها قرعه راه فلاح على راسه اللي مستغله اللي مستغله دار قرعه دايره قطعه قطارات وربع دايرهم مصينين قرعه دابا راه كيسرى كيعيش مع راسه وهي من القطار ديالها وربع ديالها في ارضها في الارض ديالها كيستغلها ليها وعارف هو عندها راه لا واعي وعارف راه بين ما راه عندها قطار وربع وثابته بالمحكمه وعندها وثائق ديالها كل شيء كاين وراه ما كيتماطل على ما كيتضحك على ما تعطاه حتى حاجه ما وما درت خير ان شاء الله. نطلبوا من السلطات من المحكمه ديالنا ديال جديده وكيل الملك ومن القضات ينفذوا لها هذا الحكم من اقرب وقت. المهم بحريه راه كتعاني ودابا راه داخل البرد والشتاق راه ديك الليله سردوا لها الحوايج صبحت كترعد هنا كتقفقف ودابا الديور ديالها راه عندها ثلاثه ديور راه مسدودين ليها وهي راه بايعه غير الورد ديال المها وديال باها وجات بنات هاد الدار هنا هي تسدت لها ولات ساكنه حداها كتشوفها من بعينها وبارك في عشا كتموت البرد. وهادشي راه ما كيبغي لا ربي لا عبدو خويا اما كيبغي ربي راه ما كيبغيش الظلم راه حرمه على نفسه الظلم ودابا راه ظلم هادشي راه ولا ظلم راه ماني ولات مو بحريه ديالها ومقلوع عليها راه ولا الظلم اخويا راه الشيء اللي كنقول لك. كنطلب من سيدنا يتدخل والمحكمه ديالنا تدخل والله يخلينا الاسره العلويه الشريفه والله يعطي الصحيح تكون سيدنا راه هو اللي باقينا في البلاد كيحميونا وكيحميو هاد الناس المظلومين ساكن هو اللي كيحميو. كما شفتوا متابعينا الكرام حقيقه نقلنا لكم الصوره كما هي هانتي مي بحريه كما تشوفوا حنا راه ما خبينا عليكم والو اللي بغى يتاكد يجي يقلب هاد الدوايات مسكينه ديالها ها الحويجه ديالها في مجموعين ها المويريو اللي تهرس من بعد ما فرغوها عليها بالقوه كما تشوفوا المعنات الصاد شوفوا الحراره شوفوا الحراره يعني هاد السيده عايشه في واحد المكان اللي فعلا الا قلنا وان صح القول بهيمه ما تقدرش تخليها باركه في الشمس بهيمه لان يعني بهيمه كما نقولوا حنا وماشي حنا ما كنقارنوش ما بين البهائم والانسان وانما كنقولوا ان الحاله او الوضعيه اللي تتعيش فيها هاد السيده يعني راه حقيقه ما تبغيهاش تحط فيها يعني بكمه او بهيمه بهذا المفهوم
كما تتشوفوا حنا ما تنخبعوا لكم والو. هذا المنزل اللي تم الافراغ عليها منه، وهذا العشيشه اللي دارت من بعد ما دات واحد 30 وكتبات في الزنقه، والحويجات ديالها ايضا راه كلشي تما جابوا لها الناس الميكا باش غطاتهم. كتشوف الحاله لحاله الله، الناس كيعمروا لها مساكن كما قالت لك الماء، ولكن الناس تقهرت ما قدرتش تبقى تواكب معها المشاكل. كلشي هنا الناس الله يكون في العون، ما عندهمش الناس هنا في الباديه لا حول ولا قوه لهم. ولكن هذا الامر هذا كنتمنوا، هذه رساله، احنا هنا ما ضد حتى شي واحد، هذه رساله للسلطات باش يجيو على الاقل يشوفوا في هذه الانسانه هذه، على الاقل كما كيديروا حملات وكيبغوا ان المواطن ايضا حتى هما يجيو يواكبوا معاه في كل صغيره وكبيره، يجيو يواكبوا مع هذه السيده ويعرفوا الحاله ديالها فين وصلت، واش محتاجه ولا ما محتاجاش. يعني ما فيها عيب، ما فيها عيب لكان السلطه تكون مواطنه، ما فيها عيب. عموما المتابعين الكرام، هذا هو المكان اللي كتواجد فيه امي بحريه، هادو هما الدويرات ديالها وهادو هما الحويجات ديالها باش نختصر عليكم، وهذا هو المكان اللي كتواجد فيه دوار الشروقه جماعه ولاد عيسى اقليم الجديده، طريق الرابطه ما بين الجديده والوليديه. تحيه طيبه مره اخرى متابعينا الكرام، حنا مابقيناش قادرين والله ما بقيت قادر نعبر، لان هذا الشيء فحال انه حقيقه شيء مؤسف والله العظيم. باقيين كنشوفوا في 2023 لا حول ولا قوه الا بالله. عموما متابعينا الكرام، الى فيديو اخر، الى اللقاء، تحياتي. كما شفتوا متابعينا الكرام، كما تشوفوا متابعينا الكرام، هذا السيد، هذا السيد باش نحطكم في الصوره باش كاين اللي كيتساءل البعض، هذا السيد راه غير لقات فيه الخير كواحد انسان من نسيبها، وتا هو هذا الانسان كيعاني معاناه مع المرض، عنده مرض ديال الهيموفيليا، جو بونس هادشي اللي الهيموفيليا، تخثر الدم اللي كيخسر عليه، ورغم ذلك هذا السيد حقيقه مسكين كيجي من بلاد بعيده وكيجي باش يريح معها ويشوف شنو خاصه ويشوف الحاجيات ديالها. فما بالك من اخر الميريز كون تعالج وكنجي عندها خطره تعالج خطره عموما باش نركب باش نشوف.